قبل أسبوع تقريبا كنت أنت في لقاء مهم على الوول ستريت جورنال وتقرير مهم تحدثت فيه عن ثلاث خطوط مهمة من خيرسون إلى بحر آزوف أو حتى من خط آخر قادمة من زاباروجيا إلى بهذا الشكل أيضا إلى بحر آزوف، وأيضا تحدثت من دانييتسك إلى ماريوبول، وتحدثت أيضا عن لوغانسك بخط مباشر يصلون على الحدود مع روسيا. من بين هذه الخطوط سيدي الكريم، أي من الخطوط المنطقية التي ستأخذها، وما هو البديل، وهل ستستخدم مثلا طريقين للهجوم أم طريق واحد؟ هل لك أن توضح لنا يعني تفكيرك على الأقل في مسألة الهجوم المضاد هنا، وما هو المفضل للقوات الأوكرانية إن كنت أحد المستشارين للقوات الأوكرانية؟ حسنا، قبل كل شيء سأود أن أعرف المعلومات الاستخباراتية حول مكان قوة الروس ومكان ضعفهم، فبالتأكيد سأسأل ضابط الاستخبارات لدي والذي هو أنت عن أفضل تقدير لديك حول مكان قوة وضعف الروس. أعتقد أن الروس يفهمون تماما ما الذي سيريد الأوكرانيون فعله إذا ما كانت الظروف مواتية، ألا وهو الهجوم في الجنوب من خيرسون إلى بيرديانسك ومن هناك إلى المياه. هذا الأمر سيمنحهم القدرة على عزل جزيرة القرم عن القوات الروسية في الشمال، حيث أن ذلك يعتبر دعما لوجستيا مهما لجزيرة القرم، وتصبح الطريق الوحيد الآن للحصول على الدعم اللوجستي من خلال جسر كيرتش المعرض للخطر وبشدة. ولكن حيث أن هذا الهدف واضح بشكل كبير، فإن الروس سيقوموا بالتهيئة الواضحة، فأنا سأطلب من ضابط الاستخبارات لدي أن يطلعني وينصحني أين يرى الروس في أقوى موضع، وكيف يجد دفاعات الروس والقادة الذين يتولون تلك المواقع. فهي مجموعة من العوامل مع بعضها سينظر إليها القادة العسكريون من الجانب الأوكراني، وعليهم أن يفكروا فيها قبل أن يقرروا أين يبدأ الهجوم، متى سيشن الهجوم، وكيف سيكون الهجوم. الأمر الوحيد الذي أقوله هو أنني كنت لأوصي تحت أي من تلك الظروف أن تكون ضربة واحدة، حيث كما قلت آنفا أنه من المهم أن تنجح أوكرانيا في هذا الأمر. فما عليهم أن يقوموا به هو أن يضعوا كتلة قوتهم القتالية في اتجاه واحد من موقع واحد. ولكن العامل الرئيسي الآخر، وليس فقط تقييم ضابطي الاستخباراتي بل كذلك تقييمي أنا الخاص لقواتنا، والنقطة الأهم المتعلقة بمن هو أقوى عند اللحظة الحاسمة، وهل أستطيع أن أباغت الروس بذلك الهجوم؟